إذن استخدمنا المياه الجوفية، استخدمنا طرق حديثة في الري. بالظبط. أيضا إحنا عندنا خطة لما هو قادم حتى في توزيع الزراعات. سؤالي بقى لحضرتك يا دكتور، أنا يا دكتور دلوقتي ده مشروع قومي، نعم، مشرف عليه الدولة بأجهزتها بقيادتها بكل الإنجاز ده، ده إنجاز كبير مش إنجاز فردي. أنا كفرد إزاي أبقى جزء من ده، وتحديدا في الثروة الحيوانية اللي معروف إنه دايما لما نقول مشروعات متناهية الصغر ولا قروض متناهية الصغر معروفة إنها قرض اشتري مثلا حاجة لتسمينها، فهل ممكن يبقى الناس العادية جزء من هذا المشروع؟ قد إيه في متابعات مكثفة على المستفيدين؟ الأول خالص بتتم معاينة، يمكن تعليمات معالي الوزير للتبسيط والتيسير على المستفيدين. الأول بتتم معاينة، المعاينة ديت بتبقى ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجينة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول. حلو. الغرض منها الاستوثاق والتيقن من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين. حلو. نحن ننمي ثروة حيوانية مش بننمي الموارد المالية. طيب تم الاستوثاق من المكان، بعد كده بيبقى فيه متابعات مكثفة. المتابعات ديت اما مركزيه من داخل الوزاره اما محليه من المحافظات. وعايز اقول لحضرتك ان المتابعات اساسا الهدف الاساسي منها هو اكتشاف اي مشكله يتعرض ليها المربي او المستفيد على ارض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فيما هداها، مش اساسا علشان نتصايد مخالفات. وده على فكره اللي خلى نسبه الاسترداد. لا حضرتك عشان جميل بتقول مش عشان نتصيد مخالفات، انا بقى شريره وهقول لحضرتك لا عشان نتصيد. يعني اقصد اقول مش يا دكتور احنا محتاجين نراقب. دكتوره دي انا هقول لحضرتك عشان نطلع، خليني اقول لحضرتك المراقبه دي موجوده والمتابعه، بس خليني اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله نسبه الاسترداد وصلت اقتربت كثيرا من 100%. حلو، بس اشرح للناس يعني ايه الاسترداد، يعني اللي بياخد قرض بيقدر يرجع بالفايده بتاعته. طبعا هي فايده 5% بسيطه متناقصه، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده خالص. يعني قرض فايدته بسيطه متناقصه، وده اللي خلى نسبه الاسترداد للبنوك تقترب من 100%. دي ما حصلتش قبل كده، وبترجع لحاجتين بصراحه. حاجه اللي هي ما اقدرش انكرها اللي هو وعي الاخوه المستفيدين من المشروع لتوجيه القرض فيما خصص من اجله، ما بيعملوش بيه حاجه تانية. أيوة. زي ما كان بيحصل قبل كده. وتكثيف المتابعات اللي انا قلت لحضرتك عليها على المستفيدين لدراسه اي مشكله بتواجهه بنقدر نحلها. مفيش مشكله ولا مانع اللي احنا قد يعني نصطدم بالقليل جدا حالات تذكر على صوابع اليد من المخالفات دوت، بتتخذ معاه كافه الاجراءات القانونيه الصارمه. بالظبط. الحاجه الثانيه عايز اقول ده بقى الجهود الفرديه دي، انا اسفه اني بقطع حضرتك عشان الوقت، انت عارف ان الناس بتزعل مننا قوي لما احنا نقطع لانه الكلام حلو بس احنا الوقت بيخلص. اقصد انه ده يؤثر على الثروه الحيوانيه في مصر ولا هنقول زي ما كلنا بنقول انا هفرق ايه؟ طب خليني الدكتوره دي اقول لحضرتك في عجاله. اولا في استراتيجيه محطوطه، الاستراتيجية ليها برامج تنفذها ومشروعات قومية زي ما احنا شفنا كده. أهم من هنا بقى لازم بيبقى في الخطط التنفيذية ومؤشرات أداء، ونحاسب عليها حساب شديد جدا. إيه هي بقى مؤشرات الأداء؟ لازم بقيس هل أنا في تقويم وتقييم، يعني بقيم الحاجة اللي أنا عملتها، الخطة التنفيذية هل متمشية مع الهدف ولا لا. لكن كثيرا ما كانت توضع خطط وتوضع استراتيجيات ولكن لا تقاس ولا تقيم ولا يتم تعدلها أو تقويمها، لكن هنا الوضع بيختلف. الحاجة الثانية حضرتك بتؤثر بشكل كبير. خليني أقول لحضرتك في مطلع 2020 إحنا تنبأنا زي ما قلت لحضرتك إن إنتاجنا هيبقى 52% في نهاية 2020، وما كان فيها من كورونا وما كان فيها من مشكلات، مصر الدولة التي زودت من إنتاجيتها نتيجة المشروعات القومية الموجودة والمدروسة، ونتيجة تكاتف الحكومة المصرية ووزارة الزراعة مع المربي ومع المنتج. هنا اتسطرت فعلا ملحمة وطنية مصرية من المربي والمنتج المصري ما حصلتش يمكن على مستوى دول العالم.